ومعنا عبر الهاتف مباشرة النقيب خليلي مختار، مكلف بالإعلام على مستوى المديرية العامة للحماية الوطنية لولاية الجلفة. مساءك سعيد سيدي، أهلا بك معنا. مساء الأخت لميس. هل من تفاصيل جديدة؟ تفضل. والله الأخت كما يعني سبقكم طلقت في الموضوع، ما زالت يعني عناصرنا بتسخير كل الوسائل المادية والبشرية، خاصة فرقتي الغطس والسينو التقنية، وهذا بإشراف مباشر السيد والي الولاية. العملية ما زالت متواصلة، لكن للأسف الشديد يعني بعد انتشال المرأة البالغة من العمر سنة، ما زال البنتين البالغتين عام ونصف وخمس سنوات، والعملية إن شاء الله تتواصل إلى غاية العثور عليهما. يعني ابنتها وأختها لحد الساعة لم يتم العثور عليهم. مع الأسف الشديد ما زالت العملية متواصلة الأخت لميس. نعم، شكرا جزيلا لك نقيب خليل مختار مكلف